مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج استاذ في الطب. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن مشاكل الاسنان. طبعا مشكله الاسنان احنا دايما كل المصريين او كل الناس بتخاف تقعد على كرسي دكتور السنان، بس للاسف مشاكل الاسنان احنا بنبقى فاكرين ان هي بسيطه، هنخلع ضرس عقل، هنحشي ضرس حشو مؤقت او حشو عادي، هنعمل تقويم، هنعمل تجميل. موضوع مشاكل الاسنان كبيره جدا، وفي موضوع اهم واكثر خطوره وهو مشاكل الوجه والفكين. مشاكل الوجه والفكين بتحتاج جراحات كتيرة، ومن أشد وأخطر الجراحات لازم دكتور يعملها لنا يكون شاطر جدا. عشان كده موضوع النهاردة حلقتنا عن جراحات الوجه والفكين مع دكتور حسام الدين عبد الله شاش، استشاري جراحة الوجه والفكين ومستشفى أم المصريين العام. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. دكتور، بداية كده كنا بنتكلم عن مشكلة السنان، احنا بنخاف نروح عند دكاترة سنان، تمام. بنخاف يمكن عشان ما بنروحش مرة والموضوع بينتهي بتبقى على كذا جلسة. تمام. امبارح لما كنت بكلم حضرتك في التليفون بنحضر الحلقه بنتكلم عن ان في عمليات جراحيه في الوجه والفكين. تمام. يعني ايه يا دكتور بدايه كده، ايه مشاكل الوجه والفكين؟ هل عدم تطابق الفكين مع بعض دي بتحتاج لجراحات يا دكتور؟ طيب، ممكن بس احنا نبتدي عشان نبسط الموضوع شويه للساده المشاهدين. احنا ممكن الموضوع يكون موضوع بسيط جدا، او الموضوع بسبب اهمال المريض، وهي حاجه بسيطه جدا تؤدي لمشكله كبيره جدا في الوجه والفكين. زي ايه مثلا؟ زي لو مريض راح لدكتور الاسنان عنده مشكله في ضرسه او سنته وهم واصلين لغايه العصب، والمريض تابع اول زياره وما كملش مع دكتور الاسنان، او ما راحش اصلا لدكتور الاسنان وكان عنده خراج، فضل الخراج ده يكبر ويعمل مشكله. طبعا المصريين كلهم بيحاولوا يسهلوا الموضوع على نفسهم وياخدوا علاج بدون استشاره الطبيب، ياخدوا مسكنات بمعنى اصح، مسكنات او علاج. المهم مره واحده لقينا الوش العيان ده ورم بقى عباره عن كده. ده حصل من ايه؟ حصل من سن او ضرس. طب الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب حاجات كتير قوي. بسبب ان المناعه بتاعت الجسم في الوقت اللي حصل فيه الخراج ده كانت مناعه ضعيفه، سواء المريض ده كان مريض عنده اي مرض مناعي او يعني مشكله في المناعه بالنسبه له، او حصل في الفتره دي كده البكتيريا قدرت ان هي تكسب وتخلي الخراج يحصل كده. بقينا في مشكله كبيره جدا، لان انا عندي ورم في الوش. ورم في الوش ده انا ببقى قاعد محتار قوي قدام العيان ده، انا لازم احل له المشكله بتاعته، وساعات ببقى مضطر ان انا افتح له فتحه من بره عشان اصفي له الخراج ده. فطبعا دي بتبقى جراحه، جراحه يعني لازم افتح في مكان معين، لان انا ببقى حواليا هنا بقى اعصاب واوتار لازم واخد بالي منها، ولازم افتح بشكل معين وبشكل الى حد ما كمان جمالي علشان ما يبانش ان في سكار او في مشكله بره الوش. فشوفي حضرتك الموضوع بدا بحاجه يعني مشكله ممكن ما كانتش توصل لكده ولجأنا لجراحه فيها. طبعا في الموقف ده المريض بيبقى تعبان جدا جدا جدا، برضه المريض مش ما بيبقاش عارف يشخص حالته يا دكتور، لان بيبقى حاسس بوجع في ودانه مثلا، فما بيبقاش عارف ان مشكلتها مشكله فك. دي بالظبط حاجه تانية من الحاجات اللي الناس مطنشاها شويه، زي مشكله زي ما حضرتك بتقولي عيان جالي او جه راح لدكتور الانف والاذن، واتاري المشكله ما لهاش علاقه بالانف والاذن، اتاري المشكله اللي علاقه بمفصل الفك. طبعا مفصل الفك ده من الحاجات اللي الناس مش فاهماها خالص او بعيده عن دماغ الناس. مفصل الفك زي اي مفصل في الجسم، عباره عن مكان التقاء عظمتين. طبعا احنا عارفين ان عظمه الفك السفلي هي العظمه اللي بتتحرك، وعظمه الفك العلوي هي العظمه الثابته، فما بين الاثنين في مفصل اللي هو مفصل الفك ده. ده قصه كبيره جدا، وللاسف بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا. ممكن العيان يبتدي بمشكله ان هو بيسمع صوت طرقعه، صوت وجع، والنتيجه لان العصب اللي بيغذي المنطقه دي هو العصب اللي بيغذي الودن، فالالم على طول بيروح للودن، فالعيان يتخيل ان ده ملوش علاقه بالاسنان وتخصص جراحه الوجه والفكين، يروح على طول لدكتور الانف والاذن، ودكتور الانف والاذن يرجعه مره ثانيه لطبيب الاسنان او لجراح الوجه والفكين. طبعا دي مشكله كبيره جدا لازم برضو الواحد يخلي باله منها، ونبتدي ان احنا نتعامل معاها، نتجنب الاكل الناشف، ما ناكلش البان كتير في الموقف ده، نعمل كمادات عشان نحاول الالتهابات الموجوده دي نقللها، نحاول نخلينا في الجزء التحفظي لو الموضوع لسه في الاول، ويا ريت نفضل مستمرين في الجزء التحفظي ده. وساعات برضه الموضوع ممكن يحتاج ان المشكله تكون عيان بيجز على اسنانه، جز على اسنان سواء اللي هي بالليل، جز اثناء النوم ولا جز طول في النهار؟ ممكن نوعين، في جز بيحصل اثناء النوم، وفي جز بيحصل نتيجه لستريس ضغط، فالواحد يجز على اسنانه بصفه مستمره. طب وهو ايه اسباب الجز على الاسنان يا دكتور؟
الاسترس من ضمن الحاجات اللي منتشره جدا ومنتشره مع السيدات اكتر، جز على اسنانهم، وده بيجي لي حالات كتير قوي بتجز على اسنانها، فبيبقى بتعمل مشكله في مفصل الفك. طبعا حلها برضو في الوقت ده ان احنا لازم نركب جهاز، الجهاز ده اسمه عضاده ليليه. الجهاز ده العيان بيلبسه ويبقى ليه سمك مختلف، يعني ممكن ليه اكتر من سمك، وممكن ليه كمان نوع ناشف نوع طري على حسب الحاله وعلى حسب احنا هنستخدم الجهاز ده لمده قد ايه، بس الرينج بتاع استخدامه بيبقى من حوالي 3 ل 6 شهور يعني. طب برضو يا دكتور، اسباب عدم تطابق الفكين مع بعض، هل تمام غير الضرس العقل او في مشاكل في الضرس، في خراج او في اكياس دهنيه، تمام، هل بتبقى فيها نسبه من العيوب الخلقيه يا دكتور؟ اه طبعا بيبقى فيها نسبه وراثه، ومش عيوب خلقيه قد ما هي وراثه، يعني ممكن نرس فك صغير وعدم تطابق الفك بتاعي بسبب برضو وراثه من الاب او الام، فنلاقي الفكين مش قافلين على بعض. المفروض على فكره الفكين يقفلوا على بعض بالمنظر ده كده، مش السنين، انا بتكلم على الفكين. ساعات بقى احنا بنقول، ودي طبعا بتدخلنا في مشكله تانية ليها علاقه بالتقويم الجراحي، مفروض ان انا بتابع المريض في، احنا عارفين النمو بتاع الفك بيبقى لغايه سن 18 ل 20 سنه. بعد 20 سنه لو حصل مشكله او كنا مكتشفينها وما حلناهاش قبل ال 20 سنه، بتبقى مشكله كبيره جدا، لان ساعتها لازم يبقى في تدخل جراحي عشان نعدل الفكين ونرجعهم لبعض مره تانية. تمام، انا دلوقتي بتكلم على فكين مش بتكلم على اسنان. قبل بقى ال 18 سنه او قبل ال 20 سنه في بقى اجهزه كتير قوي بتتركب، جهاز بيثبت على الراس وبيتثبت في الدقن بيرجع الفك لورا، كل ده قبل سن 18 سنه. بقى الكلام ده هو بقى دي اسمها ان انت لو انت دكتور شاطر بتشخص كويس، عينك بتشوف كويس، لو لقيت حاله بالمنظر ده، او لو بتنصح الاهل ان هم لو ابنهم او بنتهم في سن صغير 7 8 سنين عندهم المشكله دي واسنانهم مش قافله، طبعا الكلام ده بيبقى برده مرتبط بايه؟ ما دام الفكين مش قافلين على بعض يبقى الاسنان مش قافله على بعضها والضروس مش قافله على بعضها. بيبقى في اعراض المريض بيحس بيها؟ طبعا اعراض ان هو مش عارف ياكل، يعني اول عرض ان هو، بس احنا عندنا هنا بنحسبها في شكل الاسنان، عنده في المدرسه يقول لك انا عنده ضب اسنانه طالعه لبره، لكن انا بالنسبه لي العيان اللي عنده مشكله في الفكين بيبقى طبيعي مش عارف ياكل اساسا، ضروسه مش قافله على بعضها وفكينه مش قافلين على بعض. فالعيان ده لما نكتشف المشكله دي بدري زي ما قلنا بالاجهزه بنقدر ان احنا ما نروحش خالص لسكه التقويم الجراحي اللي هي بتبقى عمليه ومكلفه، ويعني عمليه في الفكين، فطبعا بتبقى مشكله. التقويم الجراحي هو الجراحات نفسها يعني، ولا ده مسمى وده مسمى؟ لا التقويم الجراحي ده جزء من الجراحات اللي بتتعمل في الفكين، ساعتها بيتكسر العظم وبيرجع مفصل الفك لوضع الفكين لوضع تاني الطبيعي بتاعهم مع بعض، عمليه كبيره يعني بدون الدخول في تفاصيلها قوي يعني. طيب في حاله يا دكتور لازم مريض يجي لك لازم يعمل عمليه ومتخوف من فكره العمليه، بيبقى ليه يعني ليه تبعات معينه بيمشي عليها، او حضرتك بتنصحه ان هو يعمل حاجات معينه، ولا لا مفر ان هو يعمل عمليه؟ طبعا على حسب الحاله الصحيه بتاعت كل مريض. لو المريض اصلا عنده شكوى من، يعني مثلا مريض عنده مشكله في الكبد، لازم بنشوف نسبه السيوله اللي عنده. مريض عنده سكر لازم بنكتب له مضاد حيوي قبل وبعد الجراحه. كل حاله على حسب التاريخ المرضي بتاع كل مريض بنحاول نعمل كنترول عليه قبل ما نعمل اللي هو الجراحه بتاعتنا، ونتابع بقى ده سواء بمتابعه وبعلاج عشان نطمن عليه يعني. طب كل عمليه جراحيه يا دكتور بيبقى ليها نسبه فشل ونسبه نجاح. تمام، نسبه الفشل في العمليات الجراحيه للفك بتبقى نسبه كبيره نجاح فيها اكبر ولا الفشل؟ في عمليات مفصل الفك النسبه بتبقى عاليه شويه، مش نسبه ناجحه. في العمليات الثانيه يعني مثلا لو بنتكلم على كيس دهني طلع نتيجه لان المريض اتخبط في اسنانه دي من زمان، ودي برضو مشكله بتبقى مستخبيه شويه ممكن ما تظهرش غير باشعه. يعني المريض لو اتخبط في وشه ممكن يؤدي خبط في اسنانه اللي قدام. تمام، لو مريض اتخبط في اسنانه قدام وطفل مثلا، او في فتره اللي هو يعني قبل البلوغ مثلا، اتخبط سواء كان بيلعب كوره زمان، ممكن يكون اتخبط وقع على اسنانه ما خدش باله ورمت شويه وخد علاج والموضوع سكر، دي بقى بتبقى بدايه المشكله او خطوره المشكله. ليه بقى؟ لان انا ساعتها العيان اللي اتخبط على اسنانه دي الخراج ده هو اداله يعني خد علاج، بس المشكله ما انتهتش لان الخراج ده سبب المشكله ما اتحلتش. سبب المشكله الخراج ده اتجمع دلوقتي بقى متجمع جوه العظم والمريض ما بيحسش بيه خالص خالص، وهي دي المشكله. فبيحس بيها في حاجه بقى، في معلومه كده صغيره، لو السنه بتاعت الطفل اتغير لونها انا ابقى عارف ان الطفل ده اتعرض للمشكله دي، ساعتها لازم برضه اروح للدكتور بسرعه، وساعتها بيبقى الاجراء ان انا بموت له عصب وبعمل له
بشيل له الكيس الدهني ده، بتبقى عمليه. بس انا مهم جدا اقول النقطه دي، هو ان المريض اللي اتخبط من زمان ده وكون، او ليه هو كون كيس دهني؟ عشان الخراج والصديد بدا يتجمع جوه العظم. حضرتك متخيله لو صديد بدا يتجمع جوه العظم واتجمع لمده 10 سنين؟ ومعقول يا دكتور هو مش حاسس بان في اي حاجه في سنانه او بيحس في ساعات وجع؟ ان في ورم بيجي هنا، يقول لك ده عادي، لكن هو مش متخيل بان مش المشكله ان هي كبيره قوي للدرجه دي، وان هي عباره عن كيس دهني بيتجمع تحت السنان. هو ممكن يكون بيبتدي من سنه نلاقيه راح واخد كل السنان اللي تحت او اللي فوق معايا، فطبعا بتبقى مشكله كبيره. العلاج بقى ليه بقول بقى المشكله دي من الحالات الجراحات اللي فيها نسبه يعني فشل شويه، لان انا هو دايما نسبه الريكرنس ان هي يرجع مره ثانيه كيس دهني ده بتبقى عاليه، دي من الحاجات اللي بتحصل في كده. بس احنا طبعا بنقول لازم ساعتها نعمل العمليه ونعمل كحت للعظم كويس قوي عشان نشيل اي بواقي من الخراج اللي موجود ده، عشان ما نديش فرصه ان يرجع الكيس الدهني ده يتكون مره ثانيه او الصديد يتكون مره ثانيه. طب بعد العملية الجراحية يا دكتور، هل المريض بياكل بعد العملية عادي ولا بيبقى ليه مدة معينة بيعيش على نظام معين في أكله وشربه؟ طبعا بيبقى يعني اولا يعني في بعض الحالات بياكل عادي، يعني مثلا لو عاملين جراحة بسيطة زي ضرس العقد، ضرس العقد ده يعتبر من الجراحات البسيطة، سواء العملية كانت صغيرة او طويلة، ساعتها المريض يعني ممكن يعني بياكل على الجنب التاني، تاني يوم بياكل عادي. وخلي بال حضرتك احنا في عمليات بتتعمل تحت بنج كلي، وفي عمليات بتتعمل في عند في عياده الاسنان، فمعظم العمليات اللي بتتعمل في عياده الاسنان المريض بيبقى الى حد ما بيتعامل يعني التعامل معاه بيبقى عادي، يعني ما بيبقاش فيه مشكله. لكن ساعات في بعض الحالات في كسور الفكين مثلا ممكن نقعد العيان فتره ما ان احنا بنقفلين بقه ما يقدرش ياكل على طول، بيستعمل بقى ساعتها بياكل بيشرب عصاير او الاكل بتاعه بيبقى مضروب في الخلاط وبيشربه كده لان هو قافل فكينه فمش قادر ياكل. بيبقى حضرتك مركب له شرايح ومسامير يا دكتور؟ لا دي في نوعين، اللي مركب شرايح ومسامير بيقدر يحرك بقه ما بيبقاش مقفول، لكن اللي ما بيركبش شرايح فيه طريقه ثانيه ان احنا بنركب زي ارش بار فوق وتحت وبنربطهم يعني مع بعض. يعني ايه ارش بار يا دكتور؟ ارش بار عباره عن حاجه مثبته السنان اللي ايه اللي فوق عشان الكسر ده اقدر انا اتحكم فيه. ما هم زي ما بيقولوا لحضرتك طريقتين، طريقه اللي هو الشرايح والمسامير، وطريقه اللي هو ان انا اركب اثبت اسنان فوق وتحت واربطهم مع بعض، اربط الفك مع بعضه عشان ما احركش، ما اخليش العضلات تتحرك. ليه؟ لان انا عشان تثبت الوضع ده. الله برافو، عشان انا ساعتها الايه الحركه دي ممكن تاثر في ان الايه الكسر عندي يفتح مره ثانيه. تمام. بعد ما بيركب شرايح ومسامير في حاله ان هو ركبهم يا دكتور، تمام، بتعمل له عمليه تانية عشان تشيل الشرايح والمسامير ولا هي بتقع مع نفسها؟ والله هي يعني بصي هو الكلام بقى متغير وبقى فيه يعني في نوعيات كتيره اصلا الشرايح والمسامير موجوده دلوقتي، بس مفروض ان هي بتتشال بعد ما نتاكد ان الدنيا بقت كويسه وكل حاجه بقت تمام. يعني ايه يا دكتور فك معلق؟ سألت السؤال ده لحضرتك على فكرة، قلت لي لا طيب ده بيبقى ليه إسعافات أولية في البيت ممكن تتعامل. تمام. لا هو مش في البيت، هو الإسعافات بقى عند الدكتور. ساعات في بعض الناس برضو دي ليها مشكلة برضو في مفصل الفك، ساعات العيان يعمل حركة معينة أو يفتح بقه فترة طويلة عند دكتور الأسنان، فلما يفتح بقه فكه يعلق، ففي حركة معينة بتتعمل بشكل معين دكتور الأسنان بيرجع له الفك بتاعه، ودي معتمدة على إن الشكل أو الحركة نفسها إحنا رجعناها بعكس الاتجاه بتاعها، بعكس الاتجاه اللي حصل، فدي بتحصل وبتحصل وعند الناس اللي عندهم مشكله في مفصل الفك معايا بتحصل، فلازم ان احنا برضه نخلي بالنا من القصه دي. ودي نصيحه ان احنا برجوكوا انتوا عند دكتور اسنان ما تفتحوش بقكوا قوي، ودكتور الاسنان اللي عارف ان المريض بتاعه كده برضه ينصحه ان هو ما يفتحش. طب هل في مريض عن مريض يا دكتور بيبقى عنده استعداد ان يحصل له مشاكل في الفك؟ يعني حتى لو مريض سليم جدا ما فيهوش اي حاجه في فكه، هل بيبقى في مريض عنده عرضه ان يحصل له مشاكل في فكه؟ مثلا ضروسه مش كامله، في مشاكل في اللثويه عنده، يعني في حاجات يا دكتور تمام بتخلي المريض يبقى عنده استعداده اكتر من واحد تانية؟ تمام. بس هي مشاكل اللثويه دي قصه غير بقى ايه لو احنا هنتكلم في شق تاني. الشق التاني اللي هو ان انا لو بقول مثلا يعني الاكل الغلط اللي احنا بناكله بيخلي ضروس العقل بتاعتنا، ما احنا عندنا جيل بياكل اكل غلط اللي هو الفاست فود، فنتيجه ان هو بياكل فاست فود فحجم الفك بتاعه صغير، فحجم الفك بتاعه صغير فضرس العقل اللي هو اخر ضرس المفروض بيطلع مدفون، فانا الاكل الغلط اهملنا بقى في ضرس العقل ان هو يبقى مدفون يا دكتور ان احنا ما نشيلوش مثلا، دي ده يعمل مشكله في الفك يا دكتور في يوم يعمل الأيام. مشكله طبعا في الفك ويعمل مشكله في المنطقه اللي ورا دي، فعشان كده برضو بننصح نصيحه لو ضرس العقل هو ضرس العقل ده اخر ضرس بيطلع
النصيحه اللي بقولها او اعراض طلوع ضرس العقل عشان نبقى مركزين في الموضوع ده قوي. بيبقى فيه زي لحميه كده بتطلع في اخر الفك المريض، وطبعا المريض ده بيبقى سن بدايه من 16 17 سنه 18 سنه لغايه 25 سنه، هو ده الرينج بتاع طلوع ضرس العقل، ممكن بعد كده كمان بس انا بتكلم على الرينج ده. الفتره دي لازم اللي سنهم كده يخلي بالهم ان في لحميه ممكن تطلع ورا، فيخلي باله على طول ان ده بسبب ضرس العقل. طب يعمل ايه بقى؟ اول حاجه يروح يعملها طبعا هياخد علاج عشان خاطر اللحميه دي، بياخد مضمضه وبياخد لو في عنده مشكله خراج ولا حاجه بياخد علاج مضاد للي هو الخراج ده او الالتهاب اللي هو في الغدد الليمفاويه اللي موجوده هنا، بياخد مضاد حيوي. وبعد كده بقى لازم يعمل اشعه، لازم يعمل اشعه ليه؟ عشان نشوف وضع ضرس العقل ده ليه. هو ممكن ضرس العقل اصلا مش هيطلع عند المريض ده، يعني ممكن يكون معوج ومش هيطلع. أيوة. فساعتها لو يبقى المريض خدت سابه القرار. بقى كده لو المريض سابه وقال خلاص مشكلة. طالما مش هيطلع هيعمل، لا لو المريض سابه مع الوقت ممكن يعمل مشكله. ليه؟ لان هو وضعه غلط، ما هو طلع منه جزء وجزء مش طالع، فالاكل هيتجمع ما بين الجزء اللي طالع وما بين الضرس اللي ايه اللي قبله اللي هو رقم سبعه. فلو ده حصل هنلاقي ضرس رقم سبعه ده بشكل غير مباشر والعيان مش حاسس بكده سوس من الجدر بتاعه، فبسبب اهمالنا في ان احنا ما شلناش ضرس العقل الضرس رقم سبعه سوس من الجدر بتاعه، يعني احنا فقدنا ضرس تاني. فلازم نعمل اشعه ونشوف وضع الضرس على طول علشان نطمن عليه. عاوز اقول لك يا دكتور ان كتير قوي مننا، يعني انا واحده برضه من الناس بصراحه، لما بيحصل لي اي مشكله في اسناني بجري على المسكنات. تمام. حتى لو في خلع او في حاجه لا بخاف اخلي اخر خطوه ان انا اروح لدكتور الاسنان. معنى كده ان المشكله ممكن تبقى فعلا صغيره وبتكبر بشكل رهيب. هو احنا يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انا بقالي فتره بحاول اعمل زي توعيه للناس بكل الحاجات اللي مالهاش، حتى لو الموضوع ملوش علاقه بالجراحات، فده مهم جدا وده انا رساله بوجهها للاطباء. ارجوكم حاولوا بقدر الامكان ان انتوا توعوا المرضى بتوعكم، والميديا تهتم كويس بالنصايح دي علشان خاطر الناس تبتدي. هو احنا برضو بطبيعتنا ما عندنا الثقافه دي، ثقافه احنا بنخاف من الدكتور، فاحنا لو احنا من العمليه كمان او من العمليه او من لا كل التخصصات، وبنخوف الاطفال من الدكتور. يعني انت عندك ابسط حاجه في الثقافه بتاعتنا، لو الولد او البنت لو ما سكتوش هنوديكوا للدكتور يديكوا حقنه، لا زالت الكلمه دي بتتقال. فهو اوريدي هو عمل بارير، عمل حاجز بين الطفل وبين الدكتور. فخلاص يعني حضرتك متوقع ايه لما يحصل حاجز بين الطفل والدكتور؟ خلاص بقى هو اترصد بالنسبه له ان الدكتور ده مصدر الم بالنسبه له. طب دكتور بالنسبه للتقويم السنان، الناس الاطفال اللي بتعمل تقويم الاسنان، تمام، لو اتعمل بشكل غلط او ما اهتموش يتعامل بشكل صحيح او دكتور مختص يعمله لهم، تمام، ده ممكن يؤدي برضه مشاكل في عدم تطابق الفكين. طبعا طبعا، ويعمل مشكله ودي بنسميها ريلابس، بيحصل عندنا مشكله في مشكله اكثر تعقيدا من المشكله الاولانيه. ازاي يا دكتور؟ ازاي يعني؟ انا مثلا جالي العيان عنده الفك بتاعه بارز بشكل معين، عدم عمل التقويم بتاعه بشكل مظبوط وان هو يرجعه، لا ممكن يوسع الموضوع اكتر ويوسع المسافات اللي ما بين الاسنان. حضرتك فاهمين انا قصدي؟ فده خلانا بقى دخلنا في مشاكل اكتر. لكن هي الفكره كلها هو التقويم من الحاجات اللي يعني لازم يعملها حد متخصص جدا في التقويم وحد شاطر قوي، لان هو بيعتمد على حركه الاسنان ما بين اللي هو الروابط بتاعت الفك وترتيبها ازاي وسن طلوع الاسنان، وبرده كلها برده بتبقى حالات مختلفه، في حالات ينفع فيها طريقه علاج معينه، في حالات تانية مش هينفع معاها الطريقه دي الى اخره. طب لو في اب او ام عندهم مشكله في الفك، تمام، وخلفوا خايفين ان اولادهم يبقى عندهم نفس المشكله بما ان الموضوع الامر الوراثي داخل فيه، يتجنبوه ازاي يا دكتور؟ لا هو ما حضرتك قصدك بقى مش كل مشاكل الفك، قصدك في مشكله التقويم، يعني هو خايف ان مثلا ولاده يرثوا فك مش متطابق. مش متطابق، تمام. ما هو الوراثه انا مش هقدر العب فيها، لكن انا هقدر انصح ان لو احنا اكتشفنا مثلا، يعني هو لو الاب مثلا يعني فكه بارز لبره شويه ومش مطابق مع الفكره تحت، وبنته او ابنه ورثوا الكلام ده، على طول بقى بدايه من سن 7 8 9 سنين ابتدي بقى ابص اشوف، وساعتها ممكن نلجا للاجهزه اللي انا قلتها في اول الكلام، ان هي بتعمل ايه؟ بتثبت فوق الراس وبترجع الفك لورا، وساعتها انا ما دخلتش مشكله كبيره، بقى لبست جهاز رجع لي الفك بتاعي، لان انا لسه ستيل في الوقت اللي انا قادر اتحكم فيه في نمو الفك بتاعي. الجهاز ده بيقعد معاه فتره يا دكتور؟ بيقعد معاه فتره، وتبقى على حسب بقى، يعني انا ده مش تخصصي التقويم، بس بتبقى على حسب يعني اتفاق الطبيب او يعني نظره الطبيب هيقعد معاه وقت قد ايه. طب جراحات الفك يا دكتور بتختلف من سن صغير لسن كبير؟ ابسطها ضرس العقل. يعني انا مثلا لو انا خدت قرار عملت اشعه والمريض عنده 18 19 سنه. هل ده السن ده العظم بتاعه مش قوي زي في سن الثلاثينات؟ فساعتها لو انا عملت له جراحه وقتها
وسهول وسهوله ان انا اطلع له الدرس بتاعه هتبقى اسهل من ان هو يكون عنده 30 او حاجه و30 سنه. تمام. نصيحه اخيره لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا دلوقتي يا دكتور عشان يتجنبوا اي عمليات جراحيه في اسنانهم. طيب هنبتدي بقى من الاول خالص ونقول ان احنا رقم واحد نغسل اسنانا بالفرشه والمعجون وننتظم على حاجه زي كده علشان 3 مرات في اليوم يا دكتور؟ 3 مرات في اليوم واهم حاجه المره بتاعت بالليل لان احنا هي دي المره اللي احنا بنطنشها، مره بالليل دي المره اللي بنطنشها. المره دي او بالليل لو احنا طنشنا السكريات اللي اتجمعت او النشويات اتحولت لسكريات والبكتيريا الضاره حولتهم لسوسه والبلاك والبلاك عمل جير، فدول بدايه المشكله، دول بقى بيتطوروا معانا. ممكن بقى احنا طبعا يعني ندعي ربنا كده ان كل بني ادم يكون عنده احساسه بالمرض يكون عادي، احساسه بالوجع اسف يكون عادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده لو حسيت بوجع ضرسي بدري وهو لسه مسوس ساعتها انا ما وصلش هو لغايه العصب، اروح بسرعه لدكتور السنان هيحل لي المشكله، تبقى مشكله جوه الايه الحشو او في نطاق الحشو. طيب الموضوع تطور عملنا ايه؟ عمل دخلنا في العصب، فهو بقى ده اللي انا اتكلمت فيه ان انا قلت لو احنا طنشنا اصلا حشو العصب عملنا خراج عمل مشكله. فهنبتدي من اول نصيحه ان احنا نغسل اسناننا. حصل لنا مشكله لازم نتابع مع دكتور اسنان. وبرده بقول الاطفال في سن كده كريتيكال جدا للاطفال والاهل بيبقوا يعني مخضوضين بس في نفس الوقت مش عاوزين يتابعوا، اللي هو من سن 7-8 سنين لغايه سن 12 13 سنه. السن ده بيبقى فيه لخبطه شويه لان في سنان دايمه مع سنان لبنيه، فلازم اعرف الاب والام ترتيب السنان ازاي وايه هيطلع مكان ايه، ولو الابن او البنت خلعوا ضرس بدري مضطرين ليه قبل حتى ما يترددوا عليا، طب اركب لهم جهاز ايه زي جهاز حفظ المسافه عشان ما يحصلش مشكله في التقويم، لان اكتر مشكله بتواجهنا دلوقتي ان الاطفال لما بيخلعوا بدري بيحصل مشكله في التقويم. بس انا شايف ان يعني الميديا مركزه اكتر على حاجات تجميليه. الحاجات التجميليه ما بقولش لا، هو يعني السوق طالب كده، بس انا اللي بتكلم عليه ان احنا نهتم اكتر بشويه نصايح ليها علاقه بالحاجات اللي تفيد اكتر الناس او مع الناس زي مشكله الاطفال. ما اعتقدش ان انا لو انا سبت ابني اسنانه تسوس وخلع ضرسه وعمل مشكله في التقويم يعني اعتقد دي مشكله كبيره ومكلفه برضه. وممكن ابني كمان او بنتي اسنانهم في سن او نبع عندهم ما يبدلوش في سن صغير، يفضل معاهم لحد ما يكبروا. دي حقيقة، دي حالات نادره بتحصل وبتحصل كتير. بالظبط، بتحصل كتير. يعني لازم كل اب وام يهتموا يعني بشكل ولادهم الداخلي كمان، اسنانهم ونظافه اسنانهم والكلام ده. طبعا الاسنان واجهه لاي ولد واي بنت. يعني ما اعتقدش النهارده حتى يعني مش البنات بس، الولاد برضو لازم يهتموا برضو بشكل اسنانهم. طبعا هو عامه المجتمع المصري البنت دايما هي بتبقى مهتميه اكتر باسنانها وبشكل اسنان جمال اسنانها، فعشان كده القصه بتاعت الميديا في موضوع التجميل بتبقى واخده حيز كبير من دماغهم. دكتور حسام نورتنا النهارده يا دكتور، وطبعا مشكله الوجه والفكين دي بتاخد حلقات كتيره، مش في حلقه واحده هتكفينا يا دكتور. نورت قناتنا يا دكتور، واتمنى تكون ضيفي في حلقات ثانيه. ميرسي يا فندم. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقات قادمه. واستاذ فطر